مشاهدينا نحن بعدنا متابعين برفقتكم فقراتنا، على امل تكون عم بتنال اعجابكم. بنروح هلا لجريده اليوم. هزلي براسك. بالرغم انه ما في جرايد اليوم وهن بعطلوا، بس نحن بنشتغل اكيد. الفقره ما بتوقف، وضيفنا لليوم الزميل الصحافي حسن الحسن. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم. بس قبل عند ريتا شي تقوله. صحيح، في خبرين وصلوا هلا من شوي. الخبر الاول عن وسائل اعلام امريكيه تحدثت عن سقوط 4 جرحى على الاقل، بيناتهم 2 بحال الخطر، وذلك باطلاق نار خلال حفل موسيقي بنيويورك. اما بالخبر المحلي اللي بهمنا كلنا، فقد سجل الارتفاع إضافي بسعر صافحة البنزين، وصل ل 300 ليرة والمازوت 400 ليرة. نبقى أيضا بالمحليات وننتقل لعاصمة الكثلكة مدينة زحلة. ننتقل مع زميل نقولة حديد مندوب الأوتي في بالبقاع. رح نحكي نحن وياه عن خميس الجسد، اليوم خميس الأربعين اللي بتحتفل في زحلة من سنوات طويلة. هالشي بيعود إلى أنه بالماضي زحلة ما أصيبت بمرض الطاعون، ومن بعدها كان في مثل نظر إذا فينا نقول أنه دايما بهذا الخميس الأخير من شهر أيار رح يحتفلوا بهذا التطواف بالأربان المقدس كل الكنائس المسيحية الموجودة بالمدينة. نتعرف أكثر على هالموضوع مع نقولة حديد. صباح الخير نقولة. صباح الخير عبدو. صباح الخير التكييف. أي ساعة وعيين اليوم؟ 4:30. نعم تفضل، شو صار اليوم بزحلة؟ عبدو. نعم. عبدو، هو موضوعنا اليوم هو ديني بحت. مثل ما ذكرت أنت، أهل زحلي بينطروا هاليوم من عام لعام. زحلي بتحتفل اليوم بخميس الجسد الإلهي، طبعا بعود التقليد للعام 1825 عندما فتك الطاعون بأهل المدينة، عند بوقت قام المطران الكاثوليك إغناطيوس عجوري بجولة بالأربان المقدس بشوارع مدينة زحلة، وحلت الأعجوبة وتم الشفاء من هالمرض. نعم، عم نشوف الصور يلي حضرتك زودتنا فيها بشوارع زحلة هلا. صحيح. تفضل. اليوم عبدو انطلقت 4 مواكب بمدينة زحلة، وكيمة القضاديس بمعظم كنائس المدينة. انطلق أول موكب من سيدة النجاة برئاسة المطران عصام يوحنا درويش، الموكب الثاني من حوش الأمراء بكنيسة مارلياس من بقيادة المطران جوزيف معوض، الموكب الثالث من كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس كمان بيتقدموا المطران بولو السفر، والموكب الرابع من كاتدرائية القديس نيكولاوس بيترأسوا المطران أنطونيوس السوري. بيلتقوا 4 مواكب أمام السراي بزحلة، بيكون في كلمة للمطران درويش، وبيستقبل المسيرة بشوارع بولفار مدينة زحلة ليوصل لكاتدرائية سيدة النجاة، حيث بيقام قداس احتفالي بالمناسبة. أي ساعة بتكون صارت؟ نعم. قديه بتكون صارت الساعة؟ شي 11. اللافت عبدو بهالسنة مشاركة لأول مرة، مشاركة البطريرك غريكوريوس الثالث لحام شفناها بالصور. نعم صحيح. وطبعا شوارع زحلة كلها مزينة بالشرطان والأعلام، أعلام الفاتيكان وأعلام الكنيسة. شارك أيضا شباب الكشاف اللبناني وال المدارس، طلاب المدارس. نعم. والحركات الرسولية أكيد. نعم. اليوم فرصة بزحلة ككل. نحن منقول عقبال كل سنة، ودايما تكون كل الأمراض وكل السيئات بعيدة عن زحلة. شكرا لك نقول حديد زميلنا بمدينة زحلة على الصبحية الحلوة. على ضيفنا أكيد أستاذ حسن، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. دغري رح نروح نحن وياك إلى العاصمة الثانية. نعم. الشمال، والانتخابات البلدية اللي رح تصير نهار الأحد. الأجواء كيف؟ هلا بالدرجة الأولى اللي صار بطرابلس إنه فعلا كسرت الأحادية، لأنه شفنا نحن لو رئيس سعد الحريري وفريقه قادرين يفرضوا شروطهم، شفنا بال 2005 كيف عملوا. نعم. وكيف أخذوا كل شيء، ويعني وقتها كان في تجر وبالدم خدمهم لفترة معينة. وال 2010 بال 2010 وبال 2009 حتى. هلا اليوم ما بقى يقدروا يستمروا، يعني هذا الكريدي خلص. كريدي الدم. فاليوم صار الأحادية اللي كانت متمثلة بتيار المستقبل بالطائفة السنية انكسرت، ورضخوا
تقريبا اذا بدنا نقول لشروط الثنائي مئاتي. كرامه مئاتي، نعم يعني معمول كانوا هن مئاتي. شكله ليحة صار هلأ مئاتي شكل مئاتي هو ليحة. شكل اللائحه وفرض الرئيس وفرض هو والوزير فيصل كرامه 12 عضو. لا استفاضي فات بعدين، يعني هن فرضوا 12 مع الرئيس وبعدين فاتت معه بقيه القوى، الجماعه الاسلاميه، جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه، الاحباش، تيار المرضى، اقصد التيار الوطني الحر. يبدو انه في توجه معين هو النائب النفس وكمان يعني القوى المسيحيه ما تفهمت على تسميه مرشحينها. نعم. وكان في غبن بحق الطائفه العلويه لا شك. انا برايي كان في فرصه الانتخابات اليوم البلديه لحتى تصير نوع من المصالحه. الامين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد منه بلبنان، في اليوم مجلس اسلامي علوي، المرشحين المسيحيه اخذوا بركه المطارين الارثوذكسي والماروني، وصل الدور العلوي نتشوا الحصه العلويه، تيار المستقبل اخذ شخص حدا قريب من الوزير فيصل كرامي. هذا غبن بحق الطائفه العلويه اللي هي اكثر من المسيحيين بطرابلس بالدرجه الاولى يعني. نعم. واكثر. والشغله الثانيه هودي منهم جاليه اجنبيه، هودي طرابلسيه، طائفتهم علويه، لهجتهم طرابلسيه اكثر من طبعا. بقيه المناطق. نعم. هذا الشيء كان حقيقه يعني غبن مؤسف. بحق هاي الطائفه ومؤسف، وما استغلوا هالفرصه لحتى يصير في نوع من المصالحه بين الجبل والمناطق المحيطه فيه، التباني والقبي والبداوي وغيره. ف يعني ما بعرف اذا كانوا عم يحكوا بالسياسه، في بقلب الفريق اللي فات بتوافق توجهات قريبه من سوريا يعني ومن المقاومه، يعني الوزير فيصل كرامي ما له بعيد عن سوريا، ما له بعيد عن المقاومه اذا قلنا، وبنفس الوقت ما له معادي للسعوديه. جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه كمان مقربه، كانت كل الناس بتعرف ما له سر مقربه من سوريا. فاذا بدنا ناخذها بس بالسياسه، العلويه ما كلهم يعني هلا اليوم ثابت انه الطائفه العلويه يعني صار في لها كون لها مجلس اسلامي علوي بايام الوجود السوري وغيره، يعني اخذت دعم من الدوله السوريه، بس كمان غيرها يعني. كمان غيرها يعني سوريا ما تعاطت مع اللبنانيه على اساس طوائف. نعم. تعاطت مع عندك من كل الطوائف، كان ناس اصدقاء لها او حلفاء لها او لا غيره، عملتهم واخر شيء انقلبوا عليها 100%. طلع القصه، طلعت الفشه فشه الخلق بالعلويه، اصلا كان كل الوقت نحكي ضميرنا بتجرد دائما جبل محسن يكون فشه الخلق، يطلع يخطب السيد حسن نصر الله بالجنوب فشت خلق بجبل محسن، يخطب رئيس بشار الاسد بسوريا فشت خلق بجبل محسن، بعد الشيء كله هم شؤون. وفي تقصير من الحلفاء انا برايي، ما كان لازم يقبلوا يصير بجبل محسن هذا الشكل، يختصر التمثيل فيهم بتيار المستقبل او حدا تاني يعني منه بيمثل حقيقه عائلات الجبل. والنائب السابق رفعت عيد، عفوا الامين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد ما تدخل، قال انه مش دفاعا عنه، انه بيقبل باي شيء بسموه العائلات العلويين بطرابلس. ممكن يقاطعوا بالانتخابات؟ ما بعرف حقيقة شو، لأنه كل ساعة عم يقولوا شيء يعني منهم أخذين قرار بعد. يمكن يشاركوا لمصلحة حدا اللي بقريفة. اللي نعم. بقريفة عم بيخوض معركة. عفوا بس أعطينا شوية هامش للموضوع لأنه يعني حتى يفهموا الناس شو عم بيصير. يفهموا الناس شو عم بيصير تماما. كنت عم بسألك عن اللواء قريفي. نعم. هو عم بيحاول يثبت حجمه بطرابلس ولا رح يصاب بانتكاسة سياسية نتيجة الأرقام؟ كيف شايف؟ هلا هو فات معركة اليوم الحقيقة، ما فينا نحكي من هون نحن وهون شو بده يصير الأحد. ما حدا بيعرف يعني، لانه لا شك اذا بدنا نحكي بموضوعيه، وقت اللي كان مدير عام قوى الامن الداخلي هو استغل مركزه مزبوط، عمل خدمات مزبوط، فات بقصه المحاور، هذا منه سر، كل الناس بتعرف انه عبيد حمود تابع له، انا ما عم احكي شيء، هذا الشيء اعترفت قدام المحكمه العسكريه، مش عم نفتري عليه. فالزلمه وبعده عم يعيش على رواسب الاحداث المذهبيه اللي كانت موجوده بطرابلس، بعده لليوم عم يقول لهم هودي هيدي اللائحه، لائحه بشار الاسد واللي فيها تياره ورئيس تياره موافق عليها، يعني شوف التناقض، تيار المستقبل، تيار المستقبل، الا اذا هو يعني صار من موافق حتى على خط السياسي على المستقبل موضوع تاني. بس هو بعتبر لازم يكونوا اكثر تشددا تيار المستقبل، تشددا كيف اكثر تطرفا بركي، يعني اذا بدك تعمل مصالحه وبدك تعمل مش تمشي بالبلد ترجع بتصير تشتغل بالكلام المذهبي واثاره النعرات. ما كان شفنا نحن بس الامور بلشت تروق أشهر فيه بيصير دوره ينتهي. بس الأمور تروح على رواق وعلى نوع من تفاهمات، لأنه هو دايما بياخد التطرف. صح. شفنا اليوم الطائفة السنية على صعيد لبنان باستثناء شوي وضع الصيدة بالتحديد، بس كل تقريبا المناطق السنية صار في تعارض بين مكونات السنية مع بعضها. نعم. يعني الوزير السابق عبد الرحيم راد بالبقاع كان بمحلات معينة تفاهموا تيار المستقبل بالبلديات، نفس الشيء بطرابلس اليوم الوزير فيصل كرامي اللي هو اكيد بيمثل، يعني شفناه نحن وقت عمليه القنيطره كان عم يتقبل التهاني مع حزب الله مع المقاومه بالضاحيه. فشفنا انه اليوم في تفاهمات معينه عم تصير بين الافرقاء السنيين باستثناء صيدا لاعتبارات خاصه، انه جربوا انه يعني يلغوا للنائب السابق دكتور اسامه سعد.
بهذا الاجواء الوزير الشفافي انا برايي ما له دور. اجواء التفاهم ما له دور، فبدروح دائما على التطرف وعلى التشنج بدليل خطابه. يعني عم نفتري عليه، هو عم يستعمل هذا الخطاب بعده، عم يقول نظام بشار الاسد، وعلى اساس انه نظام بشار الاسد راح، ما يعني هو في تناقض، نقض ومنقوض بحديثه، ما عم نفهم عليه، بطلنا نفهم شو مطلوبه. نعم. قد ايه بشكل اليوم اذا فينا نقول الوزير اشرف في المستقيل؟ شو هلا حقيقه الاحجام ما فينا نعرفها ولا فينا نحكي عن الناس، ما بيجوز تبين الاحد. نعم. بس هلا حتى نكون موضوعيين، في عنده هيلي اكثر من هي حقيقه، لانه في كثير ناس من برات المدينه بيجوا بهيسوا حد بيته وغيره، ما هاي منا معيار، هاي منا معيار، من المنيا، من عكار، من الضنيين، من من كان نشوف الشارع طرابلس، حتى بجيب سوريين، شو عم خبرك، متاكد من خبري. متاكد 100%. يعني في حدا بعرف قصه اذا بتحب احكي لكم اياها، انه بعد حدا مره هربان من سوريا، كان رجل امن بعته على هربان من المفرزه الامنيه من سوريا، وما معه بطاقه ولا معه هويه، معه بطاقه عسكريه سابقه، الى يعني كانت تخدمه وقت اللي كان بعده بالخدمه العسكريه بسوريا باحد الافرع الامنيه، فبعثوا لفرع المعلومات بركي بيعملوا له يعني شيء تصريح او شيء معين حتى يقدر يمشي على الطرقات، كمان كل الاجهزه الامنيه بلبنان. فقام حتى معه سوريين، انه قاده المحاور كان في واحد اسمه محمد السوري بمحاور التبانه جبل محسن. فهي حاله حقيقيه، انا ما عم احكي شيء، يعني عنده شيء ضد، يعني بده يكذب، يثبت لنا، يثبت لنا العكس. إذا بدنا نروح أبو ياسر كمان تاني كان بإخوان طبعا إخوان المسلمين، يعني عم لك أنا أسماء متأكد شو عم أحكي، هؤلاء سوريين بالمحاور، وهلا بالخلايا الأمنية اللي عم تتكمش وغيره، مشتركة لبنانية سورية. يعني حتى اليوم طرابلس عم نشوف نحن من وراء الخطاب المذهبي اللي صار تقريبا هالجمعة اللي قطعت، كل يوم في حدا عم ميت يا بالعراق يا بسوريا، لبناني أو في حدا منهم سوري مقيم بلبنان بالتربانية. هيدي الأجواء اللي عملوها الشباب الطيبة، يعني أشرف ريفي والفاميليا تبعه. منيح تعبير الفاميليا. خلينا نروح شوي على عكار، ام المعارك تعتبر بلقبيات خصوصا بباقي المناطق المسيحيه بلبنان. صحيح، حقيقه هيك. بس اللافت هالحلف الغريب العجيب، في حدا يفسر لي شو جمع الوزير السابق مخايل الظاهر بالنائب هادي حباش بعد عداوه تاريخيه بكل المحطات الانتخابيه؟ هلا القوى التقليديه، تيار الوطني الحر، القوى التقليديه اول شيء بتحارب الاحزاب والقوى يعني غير تقليدية الجديدة المنفتحة، فلقيوا هن مصيبة جماعتهم. والحقيقة في كمان مباركة وسعي وتوجيه من تغير المستقبل، طبيعي الجرايد، جريدة المستقبل، تلفزيون المستقبل، تركيز على دعم هادي حباش، لأنه هو نائب هادي حباش، لأنه طبعا الناطق باسمه. نعم. يعني فينا نقول هيدي معركة المستقبل بوجه الثنائية المسيحية التيار الوطني الحر والقوات، واخذ نكعة عائلية معينة حتى نكون موضوعيين، يعني نقول بس مستقبل، طبعا المستقبل عم يدعم هالعائلتين بالبيات ضد الثنائي المسيحي، لانه هلا مثل ما شفنا انه صار في يعني نوع، ما بعرف انا ما كثير بوافق هالفكره، بس هيك انطرحت انه عم يطلعوا على نتائج الانتخابات بكل المناطق كرمال يشوفوا شو بعدين بده يصير بانتخابات الرئاسه. نعم. انه هيدي على اساس تحدد الاحجام. شفنا انه كان في تركيز على جوني وعلى زحله وهلا بطرابلس، فيما بعد انه اكيد يعني بدها تلعب دور، لانه هلا كمان امبارح سمعنا السيد حسن نصر الله عم يقول انه ما بقى في تمديد لمجلس النواب، يعني كله لحق بعضه، فبعتقد هي معركه تحديد احجام فيما بعد. وما بيقبل بالستين، وبيقبل بالستين بس انه خلص، معناتها هي الفكره انه ما بقى في تمديد. يعني وقت عم يقول انه نحن مع النسبيه ونقبل بالتمديد بس تصير الانتخابات، معناتها ما بقى في تمديد، والاجهزه الامنيه والدوله اللي قدرت نظمت هالانتخابات قدرت تنظم وحده نيابيه ثانيه، يعني ما انا صعب عليها بقى. يعني اللي عمل انتخابات بعرسال وببريتال ما صعب انه يعني تصير انتخابات على صعيد لبنان كلها نيابيه، ما في فرق. هلا ببعض المناطق يعني مثل ما عم بتقول طبعا هي معركه سياسيه مثل البيات، ولكن في ببعض المناطق مثل ما شفنا بالمتن الوزن السياسي ما بين بالانتخابات البلديه، لانه في العائليه دخلت بقوه على الخط، فبتتوقع تكرار هذا الشيء ولا لا؟ في محلات اكيد اخذ مثلا صغرتها، هي عائلات عمليا، صح، انه اكيد وزير سليمان فرنجي، النائب سليمان فرنجي عمل توافق، بيمثل حاله معينه سياسيه لا شك، وعنده حزب سياسي، بس كمان بقلب المدينه صغرت عائله، عائلة بس توافق كمان مع اللي هن ضده. ليش ما عمل انتخابات؟ هلا ليش ما عمل انتخابات؟ ما بعرف شو التوجه بالتمام، اذا كان في نوع من يعني تمهيد لتفاهم سياسي انتخابات النيابيه، لا مع رئاسي بعتقد منه هلا من وقته. انتخابات النيابيه يصير في تفاهم هو والاستاذ ميشيل معوض بركي، يعني بيكسب صوتهم كمان.
هلا يعني بالنهاية في معركة رئاسية عم تتحضر مثل ما قلت قبل ال ما بتعرف بركي صارت الرئاسي قبل، ليش انه ما فينا نقول انه 100% هذا معيار حقيقي لانتخابات رئاسية. بس بالنهاية كمان عائلات يعني فرنجية مع عواد دويهي كرم هيك صار صغرتها يعني ما بس كل عائلة عندها توجه سياسي توجه سياسي بمحل معين. نعم. ولكن عائلات طيب انت كيف بتشوف اليوم المشهد على الساحة الشمالية يعني من عكار الى الضنية الى طرابلس الى المنيا؟ ما في شك انه في حتى يعني في خلطة في محلات عائلات في محلات من نفس التوجه ضد بعضهم لأسباب يعني عائلية وضياعجية. بتعرف هذا مثل اللبناني بيحرق شرواله لينكي جاره صايرة هيدي عم تصير هلا. في مطارح سياسية اكيد يعني مثل طرابلس مثل العبيات مثل تنورين، وفي محلات يعني في تنوع بالتحالفات. يعني بنشوف مثلا انه بالكورة بالكورة افترض اميون فيها الحزب القومي والتيار مع بعضهم بكسبة منهم مع بعضهم تقريبا يعني القوات والتيار مع بعضهم ضد نائب يعني عاملين هن القوات والتيار جوا ضد مع نقولها غصن ضد فايز غصن يعني ضد المردة ومعهم حتى قوية من تحت لتحت فما انا واضحة كتير يعني هاي ضيعة حد ضيعة ملزقين ببعضهم تقريبا هون شي هون شي هذا هون الاعتبارات العالية بتلعب دور كتير منيح وقلو يعني قلو تأثيره بكسبة مثلا رفضوا ان يكون نائب رئيس من التيار لانه الاعتبارات عائلية. نعم. فمختلط العائلة مع السياسة. مع السياسة. نرجع شوي للسياسة اليوم. الحريري وصل خبر هلأ بيقول الرئيس سعد الحريري أكيد ما هي برأي السيد نصر الله نسبة اللبنانيين التي تريد رئيسا وأين إرادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟ هلأ هون شفنا نحن أنه كانوا دائما ينتجر بقصة السلاح. نعم. سلاح وسلاح صار انتخابات بالبقاع وبالجنوب أكثر نسبة بلبنان مطرح ما في تأثير لحزب الله وحركة أمان والناس سكرت طرقات الموازنين من بيروت أكيد ما نزلوا تحت ضغط السلاح من بيروت ومضاحية على الجنوب وعلى البقاع. هاي خبرية يعني ما بقى تمشي. الناس راحت لوحدها ما في شيء بيجبرهم اخر نهار انه ينزلوا ينتخبوا حزب الله وحركة امل بالقوة. نعم. ما انها هالقد القصة. الشغلة الثانية انه بده يصير في تفاهم على الرئاسة لانه كل شيء عم يكون عليه تفاهم قبل. يعني كيف بتخبى رئيس بري تخبى مجلس النواب مش صحيح مزبوط ولا لا؟ ليش اي رئيس واي رئيس صار قبل ما يتفقوا عليه قبل ما يتفقوا عليه بس وصل القصة عند المسيحية بصير في بده يصير هون انتخابات ديمقراطية. يعني بتوقف بس الواحد ديمقراطية عند المسيحية هيدي هون واحدة ديمقراطية غير محلات. كيف بدهم يعملوا تهريبة إذا ما عملوا هالديباجة كيف معقول يعملوا تهريبة؟ ما بعد يمشي الحال بس يوم صار فيه جنرال عون وحزب الله واليوم وهلأ حاليا انضمت معهم القوات اللبنانية ما بقى تمروا القصة خصوصا بعد الانتخابات. هلأ بدنا نشوف التهريبة كيف راح تكون ما حيمشي الحال. امبارح الوزير وئام وهاب بيقول بكلام لافت انه العماد عون سيكون رئيس بشهر اب. هل من معطيات جديه بهذا الموضوع؟ هلا بركي هو لانه اليوم صار عشاء صراحه العشاء اللي عمله السفير السعودي ونحكى قبل انه بعد انتخابات جوني لانه هي تقريبا عمق الماروني يعني بلبنان خمس نواب مارني بكسروا وين جوني صار في نوع يعني مبين انه في يمكن اعاده تقييم للسياسه السعوديه باتجاه الافرقاء اللبنانيين منهم الجنرال عون يثبت زعامته من هل يعني ان شاء الله تكتمل بالشمال من الجنوب توصل فيها لاقصى الشمال فما في حدا يعني يتهرب من هذا الواقع. يبدو السعودي عنده هيك توجه. وشغله ثانيه بعتقد بركي كمان لانه في اقراء يعني بدايه المرحله الانتقاليه بسوريا بدها تكون باب يعني طرح دستور جديد والى اخره بسنه ونص المفروض يكون حسب ما حاطين الاجنده الروس انه بسنه ونص لازم يكون في انتقال دستوري بسوريا مش سياسي مثل ما بدهم المعارضه السوريه يعني رئيس بفل لا بصير في انتقال عبر المؤسسات الدستوريه يا هي بتنقل الواقع الحالي بسوريا لمرحله لواقع ثاني جديد. نعم. بركي هو يعني عنده مراهن على هذه الشغلتين العشاء اللي عمله السفير السعودي يعني عدد تقييم بالسياسه اللبنانيه وللاتجاه الافرقاء المسيحيين وانه في تغيير على صعيد الاقليمي اللي هو الدستور السوري الجديد بده ينطرح يعني بلشوا يشتغلوا فيه من ابو بالرايح لينطرح بعدين على الاستفتاء. بس عنده مشكلة بركي هيك عنده مشكله الوزير وهاب بشو اذا ما صارت باب بدهم يقولوها ماشي الحال قبله حطوا تواريخ كتير ماشي الحال زمان عبد لك وقت القلب الرئيس لحود ب 14 قبل 14 اداره وبعدين نظام السوري ما الشعب اللبناني بينسى طيب دائما جماهير غفوره ايه دائما نتذكر طيب يعذروا الوزير وهاب وحده بلكي حدا مشوش كمان من الاصدقاء بالحكومه انه كب هالمعلومه ما بعرف هيك
اسألوا. لافت اصلا يقال انه اذا بدكم تلقطوا مؤشرات المرحله بتشوفوا تحولات النائب وليد جنبلاط. يعني في فرمله كان كتير متحمس لانتخاب نائب سليمان فرنجي رئيس للجمهوريه، فجاه تفرملت هالاندفاع، فجاه صار عم يحكي انه لا حل الا بالنيابه قبل الرئاسه. بتشوف انه هيدا دليل على أنا حركه جديده؟ انا من 2005 لليوم عم نحكي واقع، ما عم نحكي لا عم نهجم ولا شيء، ما شفت شيء قال وزبط معه. لا فاستني هلا بصراحة. انا مراهنة على بالعكس، قال اشياء وتراجع فيها. يعني بتذكر وقتها بده يطار من لحظه وتراجع فيها لانه الرادارات الاقليميه رجع راح على سوريا، رجع يعني بعد منا كبرهم براسنا طيار المستقبل انه هن قادرين ياخذوا بيروت بربع ساعه، هو تركهم وفل وراح. يعني ما بدنا نستعيد، وجه نداءات دخيلكم وقفوا وسلم نائب طلال الاسلام وقت القياده بالجبل، فما زبطت معه. يعني من 2005 لليوم اموره ما كثير زبطت. راح على التغيير بالشارع الدرزي بسوريا، بين انه ما قدر عمل شيء الشارع الدرزي مع الدوله السوريه، ما يعني ما بعرف انا ما مش تغيرت هاتوا هي البطاريه ضعفت. اليوم في جلسه كمان تتحسب قانون الانتخاب، جلسه لجان مشتركه، وبهذا الاطار بيقول الرئيس سعد الحريري كمان عبر تويتر انه اللي عم بيقول انه نحن عم نستاثر بالسلطه لو هذا الشيء صحيح ما كنا بنروح على القانون المختلط مع القوات والاشتراكي. بتشوف انه اليوم القانون المختلط هو الفرصه الوحيده للخروج بقانون انتخابي جديد؟ هلا بركي ببلش منه، بس الحقيقه لازم يصير انتخابات نسبيه، لانه كل واحد ما بده نسبيه معناتها بده يستعسر، ما بده حد بده يلغي غيره. النسبيه بتامن العداله بالتمثيل الحقيقه بالدرجه الاولى. مع اني مين ما بدهم اللي هن مستعسرين بالسلطه، لانه شفنا نحن بعكار بال2009 وبال2005 حتى كان في 40 و60 تقريبا. يعني في عندك 40% ضدهم لتيار المستقبل، ما بين صوته كل ما صح ولا ما بين صوته. طيب ما معقول تختصر انه بس لانه بفرق كثير بسيط، يعني بين يعني بتفرق ايام على نص بالمية بياخذوا كل شيء. طب وين العدالة بالتمثيل؟ طيب ما بتأمن عدالة بالتمثيل الا بخلال قانون نسبي حقيقة. بس المستقبل بيقولوا نحن مش بوارد نقبل بقانون نسبي بظل وجود السلاح، لانه حزب الله قادر يضغط على مناطقه تيصبوا له بنسبة 90%، وبنفس الاطار عم بيكون عم ياخذ كل مناطقه وياخذ من المليارات اللي كبوها هن بالانتخابات النيابيه، ما بتعمل شيء. انصرفت المشايخ اللي تركوهم يحكوا وطلع البطرق صفير قبل بيوم من الانتخابات، بدنا نحكيها مثل ما هي، هي ما على شيء بس سلاح. وما عرفنا انه حطوا سلاح حزب الله بروس العلم وقالوا نروح على الانتخابات. وين السلاح موجود؟ اذا هو الا اذا متضرر من السلاح الموجود بالسلسله الشرقيه، يعني عنده مشكله معهم او ضد اسرائيل. يعني هو اذا عنده مشكله مع المحلين صرنا ببحث اخر، معناتها الزلمه بده دواعش يرجع ولعنا. ما في شو التفسير؟ ليش القوات والتيار اليوم ما بيتقدموا بقانون مشترك بيكون هو بركة خشبة الخلاص؟ هلا اليوم ما تفاهم جديد مع بين القوات والتيار، ما انه كتير بعد كبير، ما بعد يعني نضج كتير، بعده يعني طازة مثل ما بيقولوا بالدرجة. فيمكن مع الوقت يصير في تفاهمات ويطلعوا بشيء مشترك بين اثنين، يعني اتفاق بين اثنين ما انه بعيد. اذا بقينا هيك راجعين على 60 يعني لا السيد حسن امبارح سيد اذا قالوا تمام انه اذا ما اتفقوا مع 60 خلينا نكون واقعيين. صح ما في قانون ساري المفعول الا 60، يعني يا بدهم يتفقوا. يعني سيد تقريبا استوحينا اللي قدرنا استوحيناه من حديثه بده اعاده انتظام المؤسسات. نعم اعاده انتظام المؤسسات بتكون من خلال الانتخابات النيابيه والرئاسيه، ترجع من اول وجديد الدوره السلطه. اكيد اليوم على صعيد مدراء عامين كله ممدد له، ما في بالوكاله كمان في بينهم 30 سنه كمان مدراء عامين، يعني المراكز الكبيرة كلها ببلد تمديد. ما معقول كمان تستمر هيك. بعتقد السيد كان عم يركز انه اعادة انتظام المؤسسات من جديد. هلا عبر القانون النسبي اذا صار، واذا ما صار ما يعني حظنا بحديثه واضح انه مع 60 خلص فليكن. يعني بروح شوي اقليميا استاذ حسن، سوريا الوضع كيف على الارض اليوم؟ لمن تميل الدفة؟ هلا تميل الدفه صراحه صرنا يعني بنكون عم نحكي كلام منه ضيق، لانه اليوم في صراع دولي بسوريا. ولا لا حتى اقول غير هيك بنكون ما نعرف الواقع مزبوط. اليوم حلب روسيا على الخط. حلب انا برايي هي يعني اخر خط دولي بده يصير في تفاهم عليه، لانه شفنا يعني اليوم موجود بقلبها التركي بشكل مباشر. واليوم روسيا اذا بده يفوت بشكل مباشر معهم، بعتقد انه يعني باب الاحتمالات ينفتح كثير، ممكن يصير مشكله اقليمي. يعني موضوع حلب بالتحديد شوي معقد وقت الحالي. اليوم عم يكون يشتغل أكتر شيء بالغوطة وبدار الزور. إذا عم نشوف الروس عملوا شيء أنا برأيي ذكي، إنه قدروا فصلوا
وافقوا هن والامريكان على فصل فصائل بعدوها معتدله عن اللي مصنفه ارهابيه عالميا مثل داعش والنصره. بس وقت بده يجي طيران روسي او الامريكاني او القوات السوريه تهاجم هذه التنظيمات المصنفه ارهابيه ويدلوا الاحزاب التنظيمات الباقيه على الحياد، هذا الشيء عم يعمل مشاكل بين بعضهم، بدليل شفنا انه الغوطه الشرقيه فيلق الرحمن والفصفات علقوا هن وجبهه النصره لانه شبكوا معهم، لانه مع عم يطلبوا منه الجيش الاسلام يكونوا مع جيش الاسلام عفوا لانه عم يطلبوا منه يكونوا على الحياد، هن تابعين للنصره. فاليوم الاسبوع الماضي راح شي 1000 قتيل منهم، هذا رقم اكيد 100%، والالاف الجرحى حدود 3000 بين هودي التنظيمات اللي هي بتدور بفلق النصره القطري مع الجيش الاسلامي التابع للسعوديه. طيب اليوم بالغوطه الشرقيه شفنا يعني الانفجارات اللي صارت بجبله وبطرطوس، نعم يعني صاروا كثير قريبين على القواعد الروسيه. هلا هيدي صارت خروقات امنيه، نعم. يعني ما يعني خروقات امنيه، انتحاريين قدروا فاتوا بطريقه امنيه معينه، اخر شيء وراهم دول ما نضحك على بعضنا. يعني اليوم ما حدا بيصدق انه داعش عندها اكتفاء ذاتي، اكيد في دول بتعمل لها طلقات. اردوغان اعلن انه هو تدخل هلا بعد ما فشلت كل الدول انه تقدر تهدي الوضع. هلا تدخل يعني قبل ما كان عم يتدخل؟ لا لا صح انه لا قبل الانتحاريه كان صار خرق امني. بس انا برايي ما بيقدروا يعملوا بالساحل السوري ولا عندنا بلبنان حتى امتداد للساحل اللبناني بمعنى انتشار، وانا برايي صعبه. بس خرقات امنيه اللي بتصير لانه في خلايا نايمه، في مخيمات ناسحين للاسف بين انه هي بؤر مثل ما عندنا بلبنان، ما بنعرف اي ساعه بيتحركوا. مزبوط. اذا ما كلهم طبعا، بس خلي عندك مليونين، اذا فيهم 5% كارثه 2% كارثه، بس يقدروا يحتلوا منطقه 1% كارثه. اربع اشخاص قلبوا منطقه الساحل السوري كلها. خرق امني منه موضوع انه بيقدروا يعملوا هناك انتشار او يقدروا يعملوا سيطره او يغيروا المعادله على الارض موازين القوى، بس كيف من اكثر المناطق لانه طرطوس ولا مره صار فيها شيء. يعني بتاريخ طرطوس وقت الازمه السوريه من 5 سنين لليوم، 6 سنين تقريبا، دخلنا السنه السادسه ما صار شيء بطرطوس. منطقه رايقه وادعه وفيها كثير ناس نزحوا من حلب ومن ادلب وقاعدين هناك وماشي حالها وهيك فاتوا فيها. بعتقد انا هي كمان في رساله انه بحال الروس، لانه 25 الشهر امبارح انتهت الماله اللي قالوا بده يرجعوا يعودوا فيها الضربات الجويه للارهابيين، بتقل كمان رساله انه نحن بنقدر نضرب بمنطقتكم بحال انتم قربتوا علينا. صحيح. حضرتك ذكرت انه بالبئاب بصير في انتقال دستوري، هيك حاطين اجنده الروس. انا عرفت من حدا من المعارضه السوريه، زميل صديقنا، قال لي انه مزبوط الحكي، قال لي انه حاطين اجنده المفروض تبلش بئاب، يصير يبلشوا يدرسوا دستور جديد، والشعب السوري بأول شيء يعني بيعملوا استفتاء على الدستور، بعدين بيصير في حكومة انتقالية وانتخابات برلمانية ورئاسية. طيب إذا اختار الشعب السوري البقاء على ما هو عليه اليوم، هلأ ما هني مشان هيك عم يجربوا هدول المجموعة اللي مسميها حالة معارضة الرياض، يعني هي تخيل المعارضة السورية بس منصة الرياض، جايين من الرياض بدي يعملوا ديمقراطية بسوريا، يعني تخيل كيف، ما بعرف كيف هتركب هيدي مع بعضها. من الرياض بدي يعملوا انتخابات ديمقراطية حرة بسوريا. هودي اللي عم يطالبوا بانتقال سياسي، الروس ما منهم موافقين، انتقال بيكون دستوري. إذا الشعب السوري اختار رئيس بشار الأسد يكون هيدي إرادة الشعب السوري، والروس شددوا على آخر النهار احترام حرية خيار الشعب السوري. شو بدهم هني بيختاروا، اذا بيختاروا الرئيس بشار الاسد او غيره بكره بسنادي الاقتراح هني بيقولوا بيكون في مراقبه دوليه، يعني انتخابات منا يعني مثل القديم كان تصير الدول العربيه 99.99، لا هيدي بتكون عليها مراقبه دوليه. مزبوط. ممكن يرجع الرئيس بشار الاسد يطلع من جديد، ليش لا؟ اذا بدنا نرجع شوي لمحليتنا، بما انه يمكن هلا الانظار رجعت على البلديات وتطوراتنا المحليه، بعد في منطقه ما حكينا عنها اللي هي تنورين، واللي معركتها عم تكتسب اهميه كتير كبيره، خصوصا انه هيدي المره من المرات النادره ومن بعد سنوات طويله عاده تطلع بشبه تسكيه اللائحه المدعومه من الوزير بطرس حرب. هالمره لا، في معركه، في مواجهه، في التيار والقوات جنبا الى جنب بوجه الاقطاع و ما يمثله الوزير بطرس حرب. كيف شايف ظروف هالمعركة؟ هلا الحقيقة انه هي كمان حتى تصالع مع بهاء حرب يعني ايه ورشحه. هلا لا شك هون استاذ عبدو سبقني على فكرة انه يبدو حاسس بالسخن. هلا بس كمان احنا ما فينا ننكر انه اول شيء عائلة بيت حرب، نكون موضوعيين، عائلة كبيرة ونوجههم تحية يعني. اكيد عائلة كبيرة بيت حرب، عائلة كبيرة، يمكن بمحل معين في منهم بيختلفوا مع الشيخ بطرس حرب،
نحن بلبنان بعد الروح العشائريه بتاثر بحاجات معينه، ما عم نهبط يعني معنويات الناس والاحزاب اللي موجوده فوق، بس كمان نحن مضطرين نصارح الناس، ما نحكي شيء ما هو صاير. لا لا شك، وعنده تحالف مع عائلات هو بقلب تنورين، وبعدين موجود من سنه 73 نائب، من 72 نائب، ووزير عدة مرات، ووزير حقائب خدماتية، وزير تربية، قدر كتير عمل خدمات، حتى نحكي نصنف البقى مثل ما هو. واليوم في حتى جزء من القوات اللبنانية كانوا هن من عائلة بيت حرب، ما بعرف قديش يعني، حتى بالتيار نحن عنا قديش في التزام لنا وأصدقاء هن بجو التيار وبالتيار وطن الحرب بيت حرب. هلا قديش رح يجيروا له، قديش رح يجيروا له الطرفين يعني، ما بعرف حقيقة كيف بدها تكون العملية، بس حتى رشح بقى حرب يعني في نوع من كمان بين واضح انه يعني في عنده بالقليل هاجس من خساره او من تحقيق او من خرق او ما بعرف يعني قديش، لانه بالنهايه ما فينا نقرر عن الناس نحن قاعدين هون. ما حدا بيعرف شو ممكن يصير الاحد، بصناديق الاقتراع هي حد بس مبينه مثل ما عم تقول استاذ عبدو انه يعني تعمل هيك خطوه وهو يبقى يمكن علموه تيار المستقبل مع علاقته مع نجيب مئاتي. العدوى العدوى وصلت. قلتك مش هناك ما بيقدر يهتم كتير بالاتصالات وملف الانترنت غير الشرعي. لا لا موضوع تاني ما له علاقة. ما له علاقة. إلا بدي يكون مشغول هوني. في طلع من نيابة العامة بديوان المحاسبة إنه العقد بين أجيرو وبين وزارة الاتصالات غير قانوني. غير قانوني. نعم. وعبد النعيم يوسف هو بيراقب حاله، هو المدير العام يعني هو الخصم والحكم نفس الوقت. نعم. هو مدير عام الاستثمار والصيانه، هو مدير عام اجره. يعني هو بدل ما يكون السلطه اللي بتراقب اي تجاوزات ممكن بس ما بيعلق الوزير حرب على الموضوع، ما بيعلق هلا بدي علق تيار المستقبل ولا ما بيقدر، صعب شوي. هو شفاف وموضوعي. هلا شفاف الموضوع بتاع يعني واضح انه في والتقرير الطبي كمان 6 مليار وهلا اجى التقرير الطبي مثل ما قبل كان مره رايح ياخذ نقاها مدير عام اجره 99 طلع بياخذ مواشي. نعم. يعني حب يطلع ياخذ نقاها يعني بحلقه طول تحري وقتها بيتم تهدر اموال عامه ب 99 نحط بالحبس. مزبوط. فهني جرب تيار المستقبل يعمل دوله ضمن دوله، يعني اول شيء في منها بمؤسسات الدوله اللي هي مجلس الانماء والاعمار، الهيئه العليا للاغاثه، عندك دوله سكلين. نعم. وهلا عنا دولة أجيرو عن جديد كمان يعني من ضمن ال لا بس اللي تابع على تيار المستقبل اللافت بوسائل الإعلام يلي تابع على تيار المستقبل أو اللي بتنتمي كمان لها بالمجموعة يلي ما اسمها مستقبل أكيد، إنه دائما بس يكون كان في وزير عوني بوزارة الاتصالات يوم أي يوم لا موضوع عن إنه الاتصالات ما بتسوى. هلا كل شيء الاتصالات سيئة والإنترنت سيء، ما شفنا هذا الموضوع، جابوا شركات من برا وجابوا إنترنت أولها الاتصالات، ليش أنت هيك تاخذها جماعة شو؟ لا بس انه هذا لافت يعني ركبوا بجبال ما بوصل طير لفوق، ركبوا فيها خطوط، ركبوا فيها شبكات. لا عملوا انجازات. طبعا التيار ما عنده هالانجازات، ما ركب شبكات ما شرعيه، لا ولا خفض الاتصالات ولا عمل شيء، وما عمل يعني ما فاد الناس، كيف قديش فادوا شركات خاصه وهيك عملوا معهم اعمال خيريه. مزبوط. هلا كمان راح الاستاذ عبد النعيم يوسف على فرنسا ياخذ يستجم مثل ما كان عم رايح بده يستجم ب 99 بخرة المواشي بطرابلس وقتها، يعني بكفي انه بيعملوا اتفاقات رضائيه بدون العوده لمجلس الوزراء، هي فضيحه لوحده، بكفي هذا الموضوع. الشغله الثانيه انه ما في هو انتبه المعالي الوزير يعني عن جد هيك قطعت عليه، ما حدا قال له حتى مدير عام مش الاستثمار هلا بتذكر حقيقه عام بلد دائره من دوائر قدم الوزير طلبه للوزير حرب انه خي انه الشيء اللي عم يصير منه قانوني، وجه له كتاب ما رد عليه. صحيح. استاذ حسان الحسن اهلا وسهلا فيك صحفي عزيز، نورتنا اليوم بأجندة اليوم. شكرا لك. طبعا لقاءات تانية رح تكون الا معك بجريدات اليوم، بكون في صحافه منعلق اكثر ان شاء الله. بس اليوم اخذت مجدك بهذا الموضوع لانه ما في جرايد ما قطعناك. منيح احسن. كانت فرصه اكيد. بريك سريع ونتابع احنا وياكم أجندة اليوم.